مع حضراتكم عن فيلم الممر، وانه بدايه وفتحه خير ان شاء الله للمزيد من الاعمال اللي تناقش تاريخ مصر بطريقه محدده كده واضحه، فيها مكاشفه وفيها مواجهه، وفي نفس الوقت فيها اعاده لروح الانتماء وتنميه لهذه الروح، وبث روح جديده في المجتمع وفي عالم السينما وفي المخاطبه الفنيه للجمهور المصري. عشان نقف مع حضراتكم الوقفه دي، اخترنا لحضراتكم دور مميز جدا، وكان تقدر وانت بتتفرج على فيلم الممر، الناس اللي دخلت الفيلم والناس اللي ان شاء الله هتدخل الفيلم هتفهم احنا بنتكلم عن ايه من خلال الفقره دي، تقدر عينك تنتقيه واذنك لن تخطئ هذه اللهجه البدويه السينويه. النهارده معانا بطل هذا الدور اللي منورني النهارده، الفنان محمد جمعه. اهلا بيك. اهلا بيك. منورني. وخليني قبل ما اروح للممر نروح لحكايتك. الممر الاصلي بالنسبه لك للدخول لعالم السينما والتمثيل والدراما وغيره، احكي لي الحدوته بتاعتك بدات منين؟ الحدوته من الاول خالص؟ لا مش من الاول، من بدايه دخولك. ده طويل قوي. لا هو عموما يعني بعيده باختصار شديد جدا، انا خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه، فانا يعني اتجهت الاتجاه الشرعي الرئيسي، يعني فكره احتراف التمثيل يعني، فانا خريج المعهد وابتديت مشواري يعني رحلتي في الفن يعني. اول عمل بالنسبه لك كان ايه؟ اول عمل انت بتعتبر انه اول عمل يعني عملت اول عمل فيه. كان بالنسبه لي كان لدواعي امنيه، كان مع الاستاذ محمد فاضل الاستاذ يعني، فده كان اول حاجه انا بعتبرها، هي دي كانت شهاده دخولي عموما عالم الاحتراف بشكل عام يعني. النقله الثانيه اللي كانت في حياتك، واللي يمكن الشارع بقى انت عارف الجمله اللي بقت يعني الناس خدتها منشطات حتى في الصحف، جمله كله رايح، هل هي دي النقله الثانيه ولا في نقله قبلها؟ لا كان في نقلات قبلها، بس يعني دي كانت يعني المرحلة الأكثر انتشارا بين الناس، يعني الناس حبت الدور، حبت الجملة، فكان في انتشار أكتر، إنما كان في نقلات مهمة طبعا في حياتي جدا، يعني نقلات فنية مهمة جدا يعني. قبل كله رايح، قبل عم ضيا، قبل عم ضيا، إيه الحاجة اللي بتعتز بيها أو بتعتبر إنها وصلتك لعم ضيا؟ هقول المفتاح كان بعد عودة يعني في مرحلة زي ما بنقول ايه، زي الفيلم حتى كده، زي الكونسبت بتاع الفيلم، فكرة الهزائم والانتصارات وكده، فكان في اخفاقات وكان في انتصارات في حياتي، بس بعد اخفاقة في فترة معينة كده من 2011 تقريبا، كان الرجوع في الميزان مع احمد خالد موسى، ثم التتويج في هذا المساء. ده كان ده بالنسبه لي هو كانت يعني كان يعني مرحله فنيه مهمه جدا يعني. خلاص ابتديت من بعد المرحله دي المساله بقى فيها استقرار شويه حتى على مستوى الشغل بالنسبه لي، وعلى مستوى اختيار الادوار. وبعد كده حصل بقى بعدها بسنه النقله بتاعت عم ضيا يعني، فهي ما جاتش من فراغ يعني، كان في خلفيه ليها، مقدمات ليها، مقدمات طبعا كبيره ليها. عم ضيا لما اتعرض عليك الدور، وهو الدور خلي بالك برضو ايه، احنا شعب بنحب النكته وبنحب الفرحه والبهجه، فلما تعرض على حد الدور ده كمواطن فاهم مزاجيه المصريين وهو مواطن مصري ممكن يقلق منه، ما قلقتش من دور عم ضيا؟ ما بقلقش من الادوار اللي ممكن تتقدم لي، حتى لو انا يعني كنت قلقت من الدور بتاع هذا المساء، ان هو دور يعني وحش قوي يعني، شخصيه سيئه جدا يعني. بس انا ما بقلقش من الدور يعني، ما فكره ان ايه، طب لو انا ما عملتش الدور ده طب مين هيعمله؟ ما يعني فكره التصنيف، بس هو اللي يفرق معايا هل الدور كويس ولا وحش. هي الفكره كانت جديده، ان احنا الشخص المكتئب ده الكئيب اللي هو طول الوقت وبينشر الكآبة، بينشر الكآبة، بس الفكره كلها انا كنت شايف ان هو مش موضوع كئيب، هو بيتكلم فلسفه يعني، كده عنده فلسفه خاصه، بيتكلم بفلسفه وبيتكلم بصراحه شديده، بس انا ما بحبش الصراحه. يعني انت هتسالي سؤال هتقولي له احنا عايزين، اقول لك طب ايه لازمتها يعني، ما ايوه ما كله رايح يعني، انت ليه قاعد بتجري وعايز انا يبقى عندي ملايين في وبعد ما تبقى عندك ملايين، ما هي مترين في متر، فخلاص. حتى فكره مش معنى كده انك تجتهدش، بس فكره ان انا طول الوقت عندي جشع الاشياء، لا ممكن انا افرملك شويه بفكره ان انه كله رايح، الموضوع مش مستاهل ان انت تاذي حد، مش مستاهل ان انت تزعل حد، فمنطقه وفلسفته هو ده اللي خلاه قرب من الناس، ده لو انا بحلله يعني. انا فكره استقبال الناس دي ليه بقى، دي حاجه بتاعت ربنا ملهاش علاقه، ما عندناش حسابات ليها يعني. القبول ده طبعا بتاع ربنا، وتقبل الدور ده يعني الناس قبلتك في الحاله دي بالدور ده. يعني انا عندي قناعه شديده جدا بقول فيها ان انا عليا الاجتهاد فقط، ادراك النجاح ده من عند ربنا طبعاً يعني. بالتأكيد. اكم من الناس اجتهدت
وربنا ما وفقش. الفكره كلها ان احنا طول الوقت بنحاول ان احنا نجتهد، وانا طول عمري بحاول اجتهد، بس امتى بقى يعني ربنا وفقنا لده، او ربنا وضع في وشنا القبول زي ما بيقولوا، دي بقى حاجه بتاعت ربنا. زي ما حصل في الفيلم كده بالظبط، ان يعني انا طول عمري يعني حلم ان انا اشتغل مع استاذ شريف عرفه، يعني فكره ان اتكلمي في مخرج، يعني زي ما كنت بقولها اسم كبير وعملاق في الصناعة كبير يعني. خلينا صرحة وأصدقائي في الوسط هيعرفوا ده، والناس كتير تفهم ده، إن حلم مخرجين مصر إن هم في يوم من الأيام يبقوا شريف عرفة بمكتبته بتاريخه بكل الأعمال بكل الأساتذة الكبار اللي هو اشتغل معاهم، ده حلم يعني. مدرسة خاصة بيه، مدرسة كبيرة جدا. فإن احنا بقى نشتغل مع الأستاذ شريف عرفة بشكل مباشر كده، ده طبعا كان في إطار الخيال العلمي بالنسبة لي، بس الحمد لله اتحقق. أنا شايفة من كلام حضرتك أستاذ محمد إنه مبدأ كله رايح اللي هو اللي يوصل لنا مثلا في جزء محبط شوية مش موجود عندك. أنت في الحقيقة شخص متفائل وعنده تطلعات وعنده أحلام وطموحات وبيجتهد عليها. هو أنا مش عكس ضيا لأن قلنا شخصية مكتئبة، لا أنا طبعا ضد الاكتئاب تماما يعني، بس أنا معاه في فكرة منطقية الموضوع، أنا بحسبها شوية معاه بالعقل كله رايح يعني. معاه في فلسفته، في فلسفة إن احنا بنفرغ الأشياء من كل الحاجات اللي هي المكملات اللي ملهاش لازمة، وبنشوف إيه جوهر الموضوع. أنا معاه في ده يعني، بحب أبص على المسألة يعني، أنا إيه اللي هي إيه الكارثة اللي ممكن تحصل لو أنا قلت لك مثلا أنا آسف، برغم ان ممكن تكون انت غلطانه بس انا اسف، دي هتحل المشكله. وبيحصل ده كتير جدا، وجربيها وبقولها للناس تجربها يعني. اصعب شيء مثلا واحنا ماشيين سايقين في الشارع وبتاع حاجات كده، ممكن تلاقي حد بشكل يعني عنيف جدا كسر عليك العربيه بتاع. الطبيعي ان احنا بننزل نتخانق، انا بقيت اعمل العكس، بقيت هو بيبص لي المفروض ان هو منتظر ان انا اتخانق معاه، اقول له انا مش قدك والله، انا غلبان يعني بلاش، فيضحك يبص لي ويضحك وينتهي الموقف. لو احنا يعني مشينا مع الطبيعي في الموضوع ده، المفروض ان انا انزل اقول له انت ازاي تعمل كده، الموضوع في الاخر هينتهي بخناقه. طب وبعد ما ينتهي بخناقه هنتصالح برضه في الاخر، وهقول له معلش وبتاع، وهيقول لي حقك عليا وانتهى الامر. طب ما نجيب من الاخر. ففرغت الموضوع من كل التفاصيل اللي حواليه، وقلت له طيب خلاص، انا لو قلت له اسف على فكره مش هتقل مني حاجه، بس هتحل الموضوع بشكل ابسط يعني. فانت اخذت الفلسفه دي وماشي بيها. ده حقيقي، ده فلسفتي في حياتي. نروح بقى للممر. بدايه دخولك الممر مع الدور مع طبيعته، مع احكي لي القصه دي كانت بالنسبه لك ايه؟ طبعا احنا عرفنا الشق الخاص بالاستاذ شريف كمدرسه كل من في الوسط وغيرهم يرغب في الالتحاق بيها او حتى الاطلاع عليها. لكن فكرة الدور نفسه بقى بالنسبة لك. اسمحي لي بس قبل الدور يعني، ودي حاجة مهمة جدا، أنا لو تسمحي لي بس إن أنا أبقى بقولها. إحنا اللي ظهرنا في الكادر كل ممثلين الفيلم، وإحنا اللي دايما كان بيتقال لنا أنتوا تعبتوا قوي في الفيلم. بس اللي أنا عايز أقوله إن في جنود مجهولين في الفيلم تعبوا اضعاف اللي احنا تعبنا يعني. احنا لو كنا موجودين في الصحراء طول الوقت وبنشتغل في ظروف صعبه جدا، كان في عمال وكان في فنيين وفنانين ورا الكاميرا بيتعبوا ثلاث اضعاف او اربع اضعاف اللي احنا بنتعبه يعني. انا تحت اي ظرف، انا وانا ماشي شايل بندقيه مثلا وماشي، مش زي عامل شايل جهاز اضاءه او شايل حاجه على كتفه بيطلع بيه جبل مثلا. فده الناس دي انا بشكرها يعني، لان فعلا ما فيش حاجه توفيهم حقهم في تعبهم واحترافيتهم في الشغل. ومش هخص حد بذكر يعني، مش هخص اسماء معينه، لان انا فعلا عايز اشكر كل الناس. بس في ناس كانت محتكه بينا بشكل مباشر جدا، الناس دي يمكن احنا كنا بنتدلع عليهم شويه احنا بطبيعه الفنانين، بس هم كانوا بيتحملونا من اول بقى يعني. الاستاذ شريف ده حطيه في خانه لوحده كده، لان ده راجل علمنا ان حب الشغل ان انا ابقى واقف من اول الاوردر لاخر الاوردر، ما بقعدش وما خلاص كده قفل علينا باب ان احنا نقول احنا تعبانين ولا كده، انما هنبتدي من اول المخرج المنفذ فاروق عبد اللطيف لمساعد ركورات يوسف لعماد مساعد الحركه، الناس دي والله العظيم ليهم دور اقسم بالله
الدور ده يزيد عن ادوارنا احنا في الفيلم، لان هم عينيهم في كل حته، وكان طالع عينيهم احنا. فاروق عبد اللطيف ده هو نحيف كده، فجاه في اخر الفيلم تقريبا ما كناش شايفينه يعني. يعني فاروق ده احنا كنا والله، واحنا بصراحه كنا بنضايقه زياده عن اللزوم يعني، بس كنا بننبسط يعني. احنا فدول شركاء النجاح بالنسبه لك؟ دول صانع النجاح، صانع النجاح المصري. يعني الاستاذ يعني ايمن ابو المكارم مدير التصوير، جوزيف المصور، مش عايز انسى حد بس بصدق، عمر رشدي السكند يونت اللي كان ده عمل شيء رائع. الناس دي تمام هي اللي صنعت هذا العمل، والصنعة حلوة للأمانة، طلع حلوة الحمد لله. هم اللي خلونا احنا في افضل حالاتنا. ده يخليني اقول لحضرتك ان احنا في كل في الفيلم، انت شفت اتفرجت على الفيلم، هتلاقي فيه صعيدي، وهتلاقي فيه نوبي، وهتلاقي فيه سيناوي، مصر في الفيلم، مصر في الفيلم. فكل شخص من الاشخاص دول كان وراه شخص مصحح لهجه معاه بشكل دايم ما بيفرقوش. وانا كنت من الاشخاص دي. فكان معانا شاب لطيف جدا هو اسمه حسام فيكا، ده سيناوي. حسام كان ملازمني من ايام التحضير لحد ما انتهينا التصوير، وحتى في الدوبلاج كان موجود. مدة قد ايه تقريبا المدة الزمنية اللي لازمك فيها حسام؟ يعني احنا بنتكلم كده في 9 شهور تقريبا. 9 شهور معاك؟ يعني قعدنا تقريبا 3 شهور بنحضر، و6 شهور تصوير. فهو طول الفترة دي حتى في الاجازات احنا كنا على تواصل بشكل دائم. طب قبل ما نكمل بقى الحتة دي، عايزك تقول للناس طبيعة الدور، الناس اللي ما دخلتش الفيلم عشان ان شاء الله باذن الله كل الناس تدخله، طبيعة الدور الفنان محمد جمعة كان بيقدمه. انا بقدم شخصيه شاب سيناوي من عرب سيناء، مصري لاول مره بنشوف ده اعتقد، يعني ده على حدود علمي يعني، احنا بنشوف دور اهل سيناء فعلا الحقيقي في المرحله ما بعد 67 ل 73 لفتره حرب الاستنزاف، وهم ليهم ادوار عظيمه جدا من قبل كده، ولكن فكره بطوله اهل سينا في الفترات دي ان هم كانوا شركاء فعلا في الدفاع يعني. عن الارض وعن الوطن. فاحنا بنشوف بطوله الاهل سينا متمثله في هذا الشخص اللي هو ابو رجيبه، اللي انا الشخصيه اللي انا بعمله. فالفكره كلها كانت اللهجة. انا من الفيوم، مش من سيناء عموما. فاللهجة البدوية هي لهجة صعبة جدا، صعب فهمها، فما بالك بنطقها. فده الاصعب. وكان الاصعب ان احنا ازاي نعمل المعادل ما بين ان احنا نبقى بنقول لهجة صحيحة، بس احنا عايزين ننتقي من اللهجة دي الكلمات اللي الجمهور العادي المتلقي يقدر يفهم. لهجة صريحة وصحيحة وبسيطة، هو ده الموضوع. دي كانت الصعوبة، ودي طلعت على الشاشة فعلا. انا كمشاهد يعني، ده رأيي كمشاهد، ده رأيي كمشاهدة، وانت كمشاهدة مهمة، لان بقى انت ليكي خلفيات بدوية. فده بالعكس، ده كان اهم حاجة بالنسبة لي، ان حد يكون من اهل المكان وعارف اللهجة، فيقول والله انت اجدت في الدور، انت كنت بنسبة كبيرة جدا واصل للهجة، ما ازعجتنيش. لان برضو اكتر حاجة تضايق يعني السينوية او الصعايدة او اي حد يعني ليه لهجة، اهل مطروح مثلا هتضايق، او مطروح اهل مطروح يتضايق، يقول لك احنا ما بنتكلمش كده، فتطلع اللهجة مشوهة وممسوخة، لا هي المدينة دي ولا هي حاجة تقدم بشكل بسيط فالناس تفهمها. مظبوط. وده يعني بيخلي رد فعل الاهالي في الاماكن دي ان انتوا طالعين بتمثلونا بشكل مش كويس. طب ليه ما تجتهدوا وما تشوفوا؟ صح. وده حقه. طالما انا قبلت ان انا هعمل دور زي ده بطبيعه زي دي لازم اجتهد فيه. فكان ملازمني طول الفتره دي. والاستاذ شريف عرفه طبعا، لانه هو شخص ديمقراطي جدا. عايز اقول لحضرتك ان دور ابو رجيبه ودور اسماء ابو اليزيد اللي هي فرحه في الفيلم اختي، ده حسام كان ليه دور كبير جدا في ان احنا نحول الحوار لشكل مختلف. يعني احنا مع الاحتفاظ بـ 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 بالمشهد او باللي احنا عايزين نقوله في المشهد، ولكن تقريبا كان حسام بيغير في الحوار بموافقة الأستاذ شريف علشان نوصل للحالة الوسط اللي انا بقول لحضرتك عليها دي. لحد ما خرجنا بقى بالشكل اللي الناس الحمد لله تفاعلت معاه بشكل كويس، وكان ليه رد فعل كويس. اكتر حاجة كانت مرهقة بالنسبة لك هي اداء اللهجة ولا الاجواء بقى الصعبة اللي كانت موجودة وظهرت في الفيلم في التصوير؟
الاجواء كلنا كنا فيها يعني، ما كنتش لوحدي يعني، كلنا كنا في نفس الاجواء. بس عايز اقول لك ان انت كنت بتشتغلي في ظروف يعني كرو او كاست معانا في الفيلم بصدق شديد جدا، يعني الناس كان عندها رغبة انها تعمل حاجة مهمة جدا. الرغبة دي كانت مسيطرة على اي تعب ممكن تشوفيه في حياتك. احنا ما فيش لوكيشن في الفيلم ده كان مريح بمعنى الراحة الطبيعية اللي احنا بنشتغل فيها، يعني لو قارنت بين تعب الفيلم وما بين اي عمل تاني بنتعب فيه، لا ما فيش وجه مقارنة اصلا. احنا بنصور في الصحراء طول الوقت وبنصور في اماكن غير مؤهلة ادميا. يعني ما فيش تويلت، ما فيش كرسي، ما فيش اي حاجة، ومع ذلك كان عندنا الرغبة في ان احنا نشتغل واحنا محسسين احنا عندنا طاقة بقى ايجابية بيننا وبين بعض، ان احنا طول الوقت ما نحسسش بعض بالتعب. فطول الوقت احنا مع بعض ككرو بنهزر وبنضحك وقاعدين بنغني وبنعمل كل حاجة، بتهونوا التعب على بنهون التعب على نفسنا. فعشان كده مش هقدر اقول لك والله انت هتقولي لي تعبت في الفيلم، اقول لك مش حاسس اني تعبت في الفيلم. لان طول الوقت الشغل كمان ما بيتعبش، اللي يتعب القعده اكتر من الشغل. واحنا مع الاستاذ شريف، لان الاستاذ شريف منظم جدا، مفيش فكره ان انت تقعدي، لا ده انت بتروحي عارفه جدولك من اول اليوم لاخر اليوم، الوقت متقسم صح جدا، ما عندناش هادر في الوقت. فده كان مهم جدا يعني. اللهجة بعد ما عملت أول مشهد وتاني مشهد وتالت مشهد وبدأت كده سلسلة المشاهد بتاعتك، كان حسام اللي من سينا راضي عن الكلام، ولا كان بيقولك مثلا لا ممكن نعيد كذا، ممكن يعني كان في تعديلات ليه على النطق، ولا كان بيقولك تمام كده صح الله ينور من أول حاجة؟ من البدايه انا اتعاملت معاه ان انا اتفقت معاه ان هو هيتكلم معايا سيناوي طول الوقت، انا مش عايزه يتكلم مصري. طب حلو. فهو بيتكلم قاهري كويس، بس اتفقت معاه ان انا مش عايز اسمع منك حتى لو انا رديت عليك بشكل مختلف، لا انا عايزك ترد عليا بشكل باللهجه. فاحنا قعدنا فتره طويله جدا، وانا طول الوقت كل اللي كنت بفكر فيه او بسمعه من اللي عايزه من حسام، انا عايز اسمع ايه جملايه او تفصيله جديده، حاجه مش تراديشنال معروف عن لغه اهل سينا، او عايز اسمع حاجه كده تبقى لقطه جديده كده، لقطه جديده يبقى متميز بيها شخصيا. فطول الوقت كنت بلقط منه، والاهم بالنسبه لي كان الجرس بتاع الكلام. مش اللهجه بس، ازاي بيتقال يعني، ده مهم. النغمه بتاعه الصوت في قفله كده للجمله، في مثلا يعني في حروف بتتمد في البدوي احنا ما بنمدهاش يعني. فده كان مهم بالنسبه لنا ان انا اركز فيه. ده عشنا فيه فتره كبيره جدا، وكنت بعمل الاتي، كنت بخلي حسام يسجل الحوار بتاع الفيلم، وطول ما انا ماشي بسمعه بحيث ان انا اخد ده ابني عليه نيرفي بقى كممثل في الفيلم او في المشهد، ابني عليه انا هعمله ازاي. وكان حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، لان انا بحب اعمل ده، كنت حابب ان الموضوع يطلع بشكل تلقائي طبيعي، ما يبقاش فيه مبالغه ان انا بقول لهجه اهل سينا. لا انا بتكلم يعني بشكل طبيعي جدا. والناس بقى خلاص زي ما قلت لك كده، مثلا الناس من اللهجه البدويه هيعرفوا ان دي لهجه بدويه، بس بشكل تلقائي زي ما هم بيتكلموا بشكل طبيعي. ما فيهاش فكره ان انا قاعد بتتصنع وبتتك على الحروف ان انا اقول الحروف بشكل يعني بتك عليه زي ما بيقولوا كده، اللي هو انا عايز اوريك ان انا بقول. بالنسبة لدورك أنا كمشاهد عادي شفتك في الدور العادي في الانتقال في الدعم ليهم في المشاهد دي، وشفتك في الدور اللي تعرضت فيه لما وقفوك ورايح فين بالأكل وبعدين خدوك فده كان مشهد مختلف، وشفتك في الدور اللي في الآخر جزء ثالث اللي هي المعركة اللي كانت موجودة. هل دي كانت التقسيمة بالنسبة لك برضو، ولا كان في تقسيمة تانية للأدوار للدور نفسه يعني؟ كترتيب مشاهد يعني؟ لا مش في ترتيب المشاهد، في الحالة بتاعت أنا بقولك كمشاهد. شفتك هنا في حالة، شفتك هنا في حالة، وشفتك هنا في حالة ثالثة. طبيعة كل مشهد أو طبيعة كل فترة بيبقى ليها طبعا يعني اختلاف في التناول ليها يعني. احنا بنتكلم، لا هل كانت المشاهد دي ليها طقوس مختلفة بالنسبة لك انت يعني، مثلا جو المعركة وان انت تمسك سلاح وبتضرب بيه وبتستخدمه، هل ده كان ليه اعداد معين بالنسبة لك مختلف عن المشاهد الاخرى؟ ده السؤال. اكيد طبعا يعني كل مشهد زي ما قلت لك كده ليه طبيعة مختلفة عن المشاهد التانية يعني. استعدت له ازاي بقى المشهد الاخير تحديدا؟
ما احنا مش عايزين نحرقه، بس يعني ايه هو، ما هو احنا مش هنقول طبيعة لا هو المشهد، هو لكن كانت كواليسه يعني. هو انا فوجئت، وده عشان المشهد كده ده. كنت بتهرب من السؤال. يعني هو المشهد ده الاستاذ شريف، يعني ده ما كانش في السكريبت الاصلي اللي كان موجود. يعني ده احنا طول الوقت الاستاذ شريف واحنا شغالين هو كان بيبني الفيلم، يعني طول الوقت، مش ما احنا ما دخلناش صورنا النسخه اللي كانت معانا، لا هو طول الوقت الاستاذ شريف بيصور فيلم، هو طول الوقت بيصوره واحنا ما نعرفش هو هيعمل ايه في اللي جاي. فانا فوجئت ان المشهد ده في فينال الفيلم، وما كانش كده، عشان مش هقول تفاصيله برضه، خلاص مش عشان هنقول، مش يعني هو ما كانش كده، كان هنكمل بشكل طبيعي زي ما انت شفت باقي الناس ايه اللي حصل يعني. انما فجأة لقيت الاستاذ شريف بيقول لي لا احنا هنا هيبقى في تعامل معين. في عكس اللي احنا قلناه. تمام. فانا كان بالنسبة لي دي مسؤولية، لان احنا بنتكلم في مشهد في فينال الفيلم، ومشهد مهم جدا، وفي وسط حدث، وفي وسط بقى قمة المعركة وبتاع وحاجات كده. فبالنسبة لي المشهد ما بقيتش عارف اعمل ايه. وبعدين هقول ده ممكن زمايلنا في الوسط، او في اللي في المهنه، هيفهموا صعوبته واللي انا هقوله ده. المشهد ده انا صورته في 3 اماكن مختلفه، انا ما صورتوش في مكان واحد. يعني هو الجمل اللي هي 3 جمل او 4 جمل، الديالوج اللي بيني وبين احمد عز ده احنا صورناه في 3 اماكن. فكان صعوبته بقى، بعيدا عن ان هو مشهد ماستر سين مهم جدا بالنسبه لي، صعوبه ان ازاي تقدري تربطي الحاله اللي انت صورتي بيها في شمال سيناء، تمام، وبعدها بشهر، او سوري قبلها بشهر صورنا في السويس، وبعدين كملنا المشهد بعده بشهر في شمال سيناء، وبعدين كان في حصل حاجه كده، فكان لازم نزود جمل معينة، فكملناها في الاستوديو بتاع الأستاذ شريف عرفة. فأنت بتصوري مشهد واحد بـ4 حالات بـ4 أماكن في 3 أماكن، المفروض إن أنت تبقي محافظة على الحالة الانفعالية للمشهد ده، كأنك بتصوريه دلوقتي زي ما احنا بنتكلم كده بالظبط. ده كان صعب، اللي هيفهمه اللي معانا نصها في يعني، اللي المهنة، فاهم يعني. يعني اللي معانا في المهنة يعرف إن ده صعب للغايه، مش صعب، بس انت ازاي تستحضري حاله مشهد بتصوري في 3 اماكن، ما بينهم كل مكان ما بينه شهر تقريبا، فده شيء صعب. ازاي هتقدري ده؟ الحمد لله ربنا وفقنا فيه، واعتقد ان لدرجه ان كان ليا صديق يعني مخرج، اما شاف الفيلم وبتاع فكان بيتكلم، فقلت له ايه رايك في المشهد الاخير؟ قال لي كويس جدا. قلت له تمام الحمد لله، ده انا مصوره فسكت، وقال لي عايز اشوفه تاني علشان يشوف يعني هل عينه خدعته ولا هو الموضوع كان بشكل كويس يعني. هو المشهد معمول بشكل رائع وملفت للنظر، ولذلك هو الحاجة الوحيدة اللي ركزنا فيها. ايه رأيك بقى نشوف تقرير عن فيلم الممر ككل كده مع المشاهدين ونرجع نكمل؟ يا ريت، يلا بينا. بين انتكاسة واستفاقة سنوات من الكفاح، وبين الهزيمة والانتصار دم، وما بين الغيرة على الوطن والشوق للثأر، كانت حرب الاستنزاف على أرض سيناء في مواجهة العدوان الإسرائيلي شاهدة على أن الشعب المصري لا ينكسر، يدافع عن أرضه ويقينه أنه سينتصر. بطولات كثيرة سجلها الجيش المصري طوال حرب الاستنزاف، كان بعضها حاضرا في الأفلام السينمائية التي جرى إنتاجها وعرضها منذ سنوات طويلة مضت، ليأتي فيلم الممر ويكسر حاجز سنوات التوقف ويعرض واحدة من ملاحم المصريين وبطولاتهم في حرب الاستنزاف. تدور أحداث الفيلم بعد نكسة 1967 وما تبعها من خسائر أدت لتراجع الجيش المصري من سيناء، لتبدأ بعدها حرب الاستنزاف، وفي إطارها يتم تكليف أحد ضباط الجيش المصري بتكوين فرقة لتدمير أكبر معسكر احتياط للجيش الإسرائيلي في سيناء. وقت المعركة كلنا واحد. يعني الحرب خلصت وانتوا انهزمتوا، ده مش منتبهين. ومع تتابع وتسلسل مشاهد الفيلم تجد أنك أمام نسيج كامل من أبناء الشعب المصري، وكل فئة يمثلها أحد الجنود هدفهم واحد،
الصقر واسترداد الأرض. احنا مش هندافع، احنا نهاجم. وخلال الأحداث صاغ الفيلم جوهر الصراع مع العدو الصهيوني في إطار واضح، كما يمثل الممر حجر زاوية في إعادة بث روح الوطنية في نفوس الشباب من جديد، خاصة أنه يلقي الضوء على مرحلة مهمة في تاريخ الشعب المصري قدم خلالها جيش الكثير والكثير دفاعا عن الأرض. فيلم ظهر ليعيش أطول فترة ممكنة في تاريخ السينما المصرية. هذا التوصيف ينطبق على فيلم الممر الذي يمثل بداية عودة قوية للأفلام الحربية في السينما المصرية، خاصة أن هذا النوع من الأفلام واجه صعوبات وعثرات إنتاجية خلال السنوات الماضية. دي كانت حدوتة صغننة كده عن فيلم الممر. الحدوتة الكبيرة لازم حضراتكم إن شاء الله تشوفوها. وعايزة رسالة بقى أخيرة من الفنان محمد جمعة عن هذا الفيلم للمصريين كمواطن وكفنان. كمواطن هقول موقف. احنا ممكن نقعد ندي حصص تاريخ لأولادنا أو لإخواتنا ونقعد نذاكر لهم تاريخ، مستحيل المذاكرة والمادة العلمية هتبقى مؤثرة زي المادة المرئية وزي فيلم السينما تحديد. وحصل موقف لطيف جدا. أنا أخت مراتي وهي خريجة جامعة، يعني مش لسه صغيرة، يعني قالت لا أنا عايز أدخل فيلم لأن هو بيتكلم طبعا عن نكسة 64 وبتاع. قلت لها مبدئيا الفيلم بيتكلم عن نكسة 67، فلو الفيلم هيوصلك أن أنت تعرفي أن النكسة كانت 67 ده في حد ذاته نجاح. الفيلم فعلا أنا بتكلم ده من أصدقاء كلموني وبتاع، قلت لهم على فكرة اللي هيستمتع بالفيلم ده ولادكو أكتر منكو. اللي دخلوا وخدوا ولادهم خرجوا بيقولوا لي ان ولادهم مبسوطين وعندهم حالة مختلفة جدا، لان احنا في جيل مهم جدا. الجيل ده طبعا مش مسألة بقى معاصرش، ما احنا معاصرناش برضو، بس الجيل ده لازم يعرف ان في عدو تاريخي للبلد دي، ويعرف ان كان في نكسة والنكسة دي كانت نكسة صعبة جدا، ويعرف الاهم ازاي الشعب المصري، مش الجيش المصري بس، الشعب المصري كله تكاتف ان يخرج من مرحلة كان كل العالم بيقول ان في استحالة ان يرجع الجيش ده تاني، وفي استحالة ان البلد دي تقوم تاني، وقام وانتصر وعبر وعمل حرب من اعظم الحروب في تاريخ العالم اللي هي حرب 73، واسترد كل شبر في ارض سيناء اللي هي ارض مصرية. دي يعني رسالتي كإنسان كمواطن مصري. كل اللي بطلبه، أنا مش بقول لكم بقى والله روحوا علشان احنا عايزين الناس تروح تتفرج على الفيلم علشان احنا عايزين بقى، لا، الفيلم الهدف منه والمنتج نفسه والأستاذ شريف يعلموا تماما ان هم بيعملوا رسالة. الرسالة دي انا بقول ان هي عاملة كده زي ما بنقول كده انها الحسنة اللي بتستمر والواحد بياخد حسنات عليها طول الوقت. يعني ان عملت فيلم، عمل المهم منه ان انا وصل رسالة للشباب والاطفال المصريين. بدعو كل بيت مصري، بدعو كل اب ان هو ياخد ولاده ويروح علشانهم، مش علشان هيستمتعوا جدا بالفيلم كفيلم، هيضحكوا وهينبسطوا وفي كل حاجة من مقومات فيلم يعني متعة سينمائية، ولكن الأهم إن في أثر هيتساب في وجدان اللي هيتفرج على الفيلم ده لا يعوضه أي شيء في الوجود. ده على المستوى الإنساني والمستوى كان كمواطن مصري. على مستوى كفنان أنا مدين بالشكر للأستاذ شريف عرفة والأستاذ هشام عبد الخالق ولكل صناع الفيلم ولكل زمايلي في الفيلم، إن الفيلم ده بالنسبة لي أنا هو شهادة ميلاد جديدة في السينما، ويا رب تكون بداية وبداية لحاجات أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. أبو رجيبة
وعم ضياء وغير وغيره من الشخصيات، كلهم النهاردة كانوا معايا نوروني كلهم، ونورني الفنان محمد جمعة. شكرا جزيلا، وإن شاء الله نلتقي مع حضرتك تاني في عمل جديد عظيم برضو موجود كوجهة مصرية حلوة في المساء مع قصواء. نورتني، شكرا لي. ربنا يخليك، ومتشكر قصواء على استضافتك. شكرا لك. شكرا جزيلا. خلينا نسيبكم بقى مع أغنية الممر ونرجع نكمل دندنة معاكم في المساء.